توافق للأحزاب الداعمة للمرشح الحر عبد المجيد تبون، أفلان، أراندي، جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني حول رؤيته التي أساسها بناء اقتصاد قوي ومستدام. بجهد وإخلاص ونكون جدار أو جدار حصين وجبهة داخلية قوية لحماية بلادنا لحماية وطننا. ويواصل هذه المكتسبات ولكن عنده نظرة أكبر على الاقتصاد، لأنه يعلم أن السيادة تكون غير كاملة بدون اقتصاد سيد، اقتصاد كامل متكامل. الرجل عنده نظرة في تسيير اقتصادي، نظرة لبناء مؤسسات قوية، نظرة وهو عازم على تحول اقتصادي قوي يكون في مستوى الثروة وتعم فيها الجزائر. عندما أنهينا مبادرة التلاحم الوطني ما يقارب 11 جهة تحركت في وقت واحد، ولكن خطتهم فشلت عندما تم ترشيح حركة البناء الوطني لرئيس الجمهورية قبل أشهر. صوت الشعب والفجر الجديد أكدوا أن البلاد بحاجة إلى مواصلة ما تم إنجازه من مشاريع تنموية. استعدادنا على مواصلة المسيرة ماهوش عبثي ماهوش عفوي، مبني على واقع، على تحسين الإطار المعيشي. احنا نقول هذه بداية تحتاج إلى مواصلة في مسار التنمية. انتخابات 7 سبتمبر أن تكون من أجل الدولة الجزائرية، من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، ومن أجل ضمان المستقبل. المبادرة الشبانية نقترح ونصوت دعت إلى التصويت لصالح مرشح الشباب عبد المجيد تبون. الانتخاب على مرشحنا بقوة حتى تكون نسبة نجاحه بحول الله تعالى نسبة كبيرة تعطيه مصداقية مطلقة وتعطيه قوة كبيرة تجعلنا نقول له كلنا بصوت واحد نحن معك لنقطف ثمار ما بدأته ولنواصل مع بعضنا البعض كأمة جزائرية.